زي ما شايفين شفت فيه تحية طيبة تبارك الله عليكم. في هذه الأمطار جميلة جدا، الصباح جميل هنا من مدينة وجدة. الأمطار صراحة أمطار ربيعية بامتياز، إن شاء الله اللي غادي تنفع الزرع و غادي ترجع الأجواء جميلة. إذا خوتي خواتاتي تحية طيبة لكم، صباح النور عليكم، بون ويكاند. كما كنعرفوا حنا اليوم راه ويكاند، كاين بزاف تاع الناس اللي بغاو يسافروا لمجموعة تاع الأمور. إذا خوتي خواتاتي الموضوع ديالنا الصباحي هو أنه الهدر، نقولوا الهدر ديال الوالدين للأبناء ديالهم، خصوصا في واحد المراحل ديال اللي الابن أو الابنة محتاجة الوالدين ديالها يكونوا معاهم. كنشوفوا بعض الآباء ما كيحنوش وليداتهم، كاين بعض الآباء اللي تبارك الله رغم ظروف العمل كتلقاه يجري النهار كامل خدام وهادي، وكتلقى يجي داخل بعدا كتلقاه مدخل العجب في يديه واخا ما عندوش الوقت، المهم مخليه وحده لقيته كيجلس مع وليداته، وليداته كيكونوا موحشينو، ورغم ذلك يقدر يصير معاهم حتى الوحده نتاع الليل، حتى الزوج عادي ينعسو، واخا هو كيكون نورمالمون فايق مثلا مع 7 تاع الصباح ولا تاع 6 تاع الصباح، يعني باش انه دائما يعطي الحنان للوليدات ديالو، يتصل بهم في التليفون، مجموعه ديال 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 الامور بطبيعه الحال. اذا هذا الاب الصالح كما كنقولوا حنايا رغم الظروف رغم مجموعه تاع الامور. اذا هذوك الناس اللي عندهم الابناء ديالهم ومخليين عليهم ما كيتهلا فيهم، ما كي يتعاملوا معاهم، ما كي بزاف تاع الحوايج سامحين في الام في الابناء، فهمتش انا الانسان علاش اصلا يعني تزوج، يعني ما تزوج تكرفس معاك الناس، تكرفس معاك ولادك بزاف ديال الحوايج صراحه. كان كاتلين وليداتهم في الجو، كان اللي هو برا برا كالي شارب يخلص على صحته، وبالتالي كي كتمشي للدار ديالو كيقول لها ودي راه ما عنديش، يعني صعيبه بزاف، يعني حتى هاد الدرجه هادي كتشوف واحد الاب كيقول لك انا رب اسره وانا هادي هادي، وفي الاخر كي كتجي المدام ديالو كتقول له ودي عطيني غير طروز شري غير طروزيت، وكان غير ما عندوش، كتلقى هذاك السيد عنده كيمشي كيخسرهم في الملاهي الليليه، كيخسرهم في لي بار دار العاشقات والخليلات، كيخرج غير مع العاشقه ديالو يقدر يخسر 1000 درهم ولا، وكي كتجي الزوجه ديالو تقول له خاصها مصروف وهادي وهادي، كيقول لها واش بغيتو تقطعوني، واش خاص نكتب الوليدات ما عنديش، دبري كي ديري خاص هادي ما عنديش، ناهيك على هذيك المرحله ديال المراهقه. والمشكل الكبير كاين بعض الاباء اللي كيكون الوليدات ديالو اللي كانوا صغار تعامل معاهم مزيان يحن فيهم، كي كيوصلوا للمرحله ديال المراهقه يعني كيسمح في الوليدات ديالو كيتخبطوا ما كينصحهمش، لان الطفل كما كتعرفوا كيجي في فتره تاع المراهقه كاين واحد التغيرات جسديه، واحد التغيرات نفسيه، مجموعه تاع امور كيدوز واحد المرحله اللي صعيبه بزاف، خصنا نراقبوه، خصنا ننصحوه، خصنا ما نزيروش عليه، خصنا يعني غير بالحسنى كما كيقولوا حنايا، يعني مجموعه ديال الامور صراحه. اذا نتمناو الخير، نتمناو الوالدين يتهلاو في وليداتهم، ونتمناو كل شيء يكون بخير وعلى خير. شكرا جزيلا على التتبع، وتحيه طيبه لجميع المتتبعين. خديجه قالت كاينين بزاف خويا منهم مرا مربيه الاولاد، القريه معايا فيهم، كاينين